يا صباح الفل على حضراتكم، صباح جميل ويوم جديد ان شاء الله مليان محبه ومليان خير ومليان سلام. اصبح عليكم واستمر معاكم في حلقه جديده من صباح دريم، وكل يوم افكركم بحاجه حلوه حياتنا لو ركزنا فيها شويه ممكن تبقى اسهل. اولا كل يوم اقول لكم ان النهارده صفحه جديده في حياتنا، ممكن نكتب فيها حاجات كتير وممكن ننسى فيها حاجات كتير. النهارده افكر حضراتكم بان انتوا ما تشيلوش هم الحاجه. الكلمه بتاعت كبروا دماغكم اللي احنا بنقولها دي، كبر دماغك كبر دماغك، هي كلمه حقيقيه. ان انت فكره ان لما يكون عندك مشكله او عندك حاجه ما تفضلش حاططها نزناس في دماغك عمال تفكر فيها 24 ساعه. التفكير في المشكلات، التفكير في الحاجات السلبيه بيبوظ حياتنا. فكروا اكتر في الايجابيات اللي في حياتكم، فكروا اكتر في النعم اللي في حياتكم، فكروا اكتر في الناس اللي بتحبكم، انسوا الناس اللي بتكرهكم، انسوا الناس اللي ما بتحبكمش، ابعدوا عن الناس اللي بتضايقكم، حاولوا توفروا دايما كل الحاجات الحلوه اللي في حياتكم حواليكم، يبقى اقرب شخص منكم هو الشخص اللي بيحبك بجد، هو الشخص اللي خايف على مصلحتك بجد، غالبا ده هتلاقيه في الاهل، يعني هتلاقي اقرب شخص ليك والدتك، والدك، اخوك، اختك، وغالبا يعني الاخ والاخت بيبقوا الاكثر تفاهما والاقرب وبيبقى ليهم مكانه كده مختلفه جوانا. نحاول نقرب من اخواتنا، نحاول نفضفض معاهم، نحاول نتكلم معاهم. الصديق اللي سنين طويله عشره، مش الاصدقاء الجدد. الاصدقاء الجدد صحيح بنطلع منهم بناس حلوه لكن قليل، ما بقاش في كتير دلوقتي ناس حلوه تقدر تقرب منها وتقدر تثق فيها وتقدر تديها اسرارك وتأتمنهم على حاجات كتير تخصك. فحاولوا تتمسكوا بالكلاسيكيات اللي في حياتكم، اللي هم الاهل، الاخوات، الاصحاب المقربين من سنين، عشره السنين، الناس اللي حواليكم قريبه قوي، حاولوا تمسكوا فيهم، حاولوا دول يكونوا الصف الاول في حياتكم، هم الاقرب ليكم، لان دول هيحبوكم حب حقيقي، مش هيبقوا مستنيين من وراكم مصالح ولا هيبقوا مستنيين من وراكم منافع ولا خدمات، هم بيتعاملوا معاكم على الساجيه وعلى الفطره، مستنيين بس ان انتوا تكونوا كويسين. المرحله الثانيه اللي بعد كده في الشغل مثلا او في حياتنا بعد كده، نقرب من الناس اللي برضو يكونوا عشره سنين معانا، الناس اللي جربناهم في موقف واثنين وثلاثه وعشره وطلعوا جدعان وطلعوا كويسين، دول اللي يكونوا الدايره الاولى بتاعتنا في الشغل، في الخروجات، في المصالح بتاعتنا، في البزنس اللي بنعمله، ايا كان طبيعه الحاجه حتى لو صغيره، تبقى دايرتنا الاولى الناس اللي احنا معاشرينهم من سنين وعارفينهم. صحيح بيجي لنا صدمات من ناس احنا معاشرينهم من سنين، صحيح بتعدي علينا حاجات من ناس ايه ده هما ازاي عملوا كده، والعشره والمعرفه اللي بيننا والمحبه والايام اللي وقفنا فيها جنب بعض، لكن ده وارد يحصل. ودايما بفكر حضراتكم ان الدنيا فيها حاجات كتير مش حلوه، لكن احنا نقرب بس من الحاجات الحلوه، ندي مساحه بس للناس الحلوه، وما نضيعش طاقتنا مع الناس اللي ما بتحبناش والناس اللي مش شايفانا كويسين. طب حضرتك مش شايفني كويس وانا حاولت اعرفك ان انا كويس وانت مش شايف، خلاص براحتك، ما تستنفذوش نفسكم في اثبات ان انتوا كويسين للناس اللي حواليكم. اللي مش شايفك حلو عمره ما هيشوفك حلو مهما عملت، فانت ما تفضلش بقى تحرق في دمك، تستنفذ في طاقتك وتحاول تثبت والله انا كويس، بص انا بعمل ايه عشان انا كويس، بص لا 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 خالص. الانسان اللي بيحبك هيشوف فيك حاجات كتيره حلوه، مرايه الحب عاميه زي ما بيقولوا. فلو صاحبك بيحبك هيشوفك كويس، هيستحمل عيوبك ويمشي معاك، هيبقى معدي لك حاجات كتير. الزوج والزوجه كذلك، لو هم في بينهم مشاعر طيبه هتلاقيهم طول الوقت شايفين الحاجات الحلوه وبيحاولوا يعدوا الحاجات الوحشه. قربوا وادوا طاقتكم الحقيقيه وخلوا دايرتكم الاولى للناس الايجابيين، للناس اللي بيحبوكم، وقربوا دايما من الحاجات الحلوه اللي في حياتكم، وانسوا وابعدوا عن الحاجات اللي مش لطيفه والحاجات اللي مش حلوه، وما تستهلكوش نفسكم في ان انتوا تثبتوا ان انتوا كويسين. انت شايف نفسك كويس، اللي بيراقبك واللي بيشوفك واللي بيتابعك ربنا، اعمل حساب لربنا والباقي سيبه على ربنا. صباحكم فل، صباحكم خير، وخليني ابدا معاكم النهارده فقراتنا، افكركم ان احنا كل يوم بنعدي معاكم على جوله اخباريه كده وبنشوف اهم خبرين ثلاثه كده موجودين في مصر ويمسوا الناس، وبعد كده بنروح معاكم لمجموعه من الحاجات بقى عداد مصر ومشروعاتنا، ونشوف صحافتنا والسوشيال ميديا وكل الحاجات اللي بتبقى موجوده معانا. النهارده كمان ضيفنا في حوادث الفراعنة من ملوك مصر ومن تاريخ مصر العظيم، ضفنا النهاردة جلالة الملك سنوسرت الثاني، ونشوف معاكم كمان ازاي تسوق عربيتك. طيب بعد كده بنروح معاكم فين النهاردة بقى؟ عاملين لحضراتكم حلقة مميزة جدا، رحنا مكان مش كل الناس تسمع عنه ومش ناس كتير راحته، ولو اتعمل منه شغل اتعمل منه تقارير صغيره كده، لكن تقريبا يعني والله اعلم مفيش حلقات اتعملت كامله تفصيليه توضيحيه للمكان ده. رحنا ثلاث اماكن، الثلاث اماكن دول اتبسطنا فيهم جدا، استمتعنا فيهم جدا، سجلنا لحضراتكم حلقه ساعه ونص. النهارده هيكون معانا فيهم ثقافه
وعلوم وترفيه ومعلومات كتيرة جدا جدا عن تاريخنا وعن حضارتنا وتنشيط للسياحة، حاجات كتيرة قوي هتلاقوها في الثلاث أماكن دول. أولا بنصح حضراتكم وانتوا بتتابعوا الأماكن دي أن يكون ولادكم جنبكم بيتفرجوا عليها، وثانيا بنصحكم تروحوا بولادكم لأن انتوا هتتبسطوا جدا جدا جدا. احنا كنا رايحين نشتغل ونصور، لكن في الحقيقة كل الفريق رجع مبسوط جدا واستمتع وعملنا حاجات كتيرة جدا هتشوفوها النهاردة. رحنا فين بقى؟ رحنا متحف الثورة. متحف الثورة ده متحف للري أو لأدوات الري أو للأنشطة الزراعية اللي استخدمتها مصر على مدار سنين طويلة. شفنا هناك بقى مجسمات السد العالي وإزاي بيشتغل، شفنا القناطر بدايتها كانت إيه وتطوراتها إيه والكلام ده، شفنا الناس اللي أسست حركة الري في مصر ونظام الري في مصر، شفنا وزراء الفراعنة للري وللمياه والمسؤولين عن نهر النيل، شفنا تاريخ. بعد ما شفنا التاريخ ده واستمتعنا بيه خرجنا رحنا على القناطر القديمة، وقد إيه الجمال وقد إيه المتعة اللي هتشوفوها حضراتكم في التسجيل اللي عملناه ده. وبعد كده انطلقنا لمتحف العلوم. متحف العلوم ده حاجة مكان هتاخدوا ولادكم وتروحوا فيه. أولا جناين كبيرة جدا موجودة في القناطر، هتلاقوا حواليه كل الحاجات النظريات العلمية موجودة بتطبق قدامك لولادك يجربوها ويفهموها هم واقفين بمجسمات كبيرة بحاجات حقيقية موجودة. ومتحف العلوم جوه هتلاقوا فيه كل الألعاب العلمية اللي تتخيلوها وتنبسطوا منها جدا، مكان رائع. تذكرة بتاعته بسيطة جدا تقريبا 2 جنيه أو 5 جنيه حاجة بالشكل ده، بتتراوح بين ده وده، وولادكم هيستمتعوا جدا النهاردة. تابعونا، دي النهاردة اللي هتكون معانا الفقرة الرئيسية، وبعد كده هنختم مع حضراتكم بفنوننا وتراثنا المصري. والنهاردة هنشوف معاكم فن بدوي، وهيكون منورنا فرقة خميس العزومي للفن البدوي، هنستمتع معاهم بحاجة كده ظريفة بعد ما نلف معاكم اللفة دي كلها. طيب